بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي اتكلم معاك بقى ازاي لما نمسك بحث معين ازاي تلخصه. حاول تركز معايا واحده بواحده هنا، لانه انا بصراحه شفت ناس كتير الدكتور بيديهم مجموعه ابحاث وبعدين يجي يقول لهم اقروا البحث وتعالوا بقى نتكلم فيه، يروحوا يقروا وبعدين يقولوا الدكتور يبتدي يتكلم معاهم. انا بحس ان هم يعني مش قارين البحث كويس ومش فاهمينه كويس، والدكتور حتى بيتضايق ويروح يقول لهم لا لا روحوا اقروا تاني وتعالوا لي وبتاع، بتحصل مشاكل. فانا بحس انه في ناس بيبقى عنده مشكله في قرايه البحث، هو قدامه البحث بس مش بيقراه صح. فمن خلال يعني التعامل مع كذا حد، عايز في الفيديو ده الخص لك خلاصه التجربه بتاعتي وخلاصه الخبره اللي انا عرفتها، علشان اساعدك انك ان شاء الله لما تقرا بحث تقراه صح وتلخصه لنفسك صح، علشان تقدر لو هتقلده او هتمشي شبهه او هتطور عليه فيما بعد ان شاء الله في رسالتك تاثر على نفسك الطريق. فهنبتدي مع بعض باذن الله بان احنا نفكرك تاني انه اي بحث يبقى فيها ابستراكت في الاول. الابستراكت ده معمول كالاتي. المفروض الابستراكت ده هنقول مثلا ان هو فيه من 8 ل 10 جمل. اول جمله الجملتين بتتكلم عن المشكله، تاني جمله الجملتين بتكلمك عن ايه اللي ما اتعملش قبل كده وايه اللي هم عملوه، ايه الطريقه او الفكره اللي كانت عندهم اللي هم بيحاولوا يثبتوها او ينفذوها. جمله او جملتين تكلمك عن التحاليل اللي هم بيعملوها باختصار شديد، ايه كميه اغلب التحاليل اللي هم عملوها عباره عن ايه، البروتوكولات اللي هم تبعوها عباره عن ايه، سريعا جدا. جمله او جملتين يمكن 3 جمل تلخص الريزلتس اند ديسكشن، تقول لك خلاصه النتائج. لما جربنا الطريقه بتاعتنا دي طلعنا كفاءه كذا في الميه، قللنا المشكله بنسبه كذا في الميه، رخصنا السعر بنسبه كذا في الميه، عملنا كذا في الميه، قللنا مش عارف العرض الجنائي بنسبه كذا كده. بعد كده الجمله في الاخر تختم لك بالكونكلوجن. ده ستامبت الابستراكت، تمبلت بتاعت الابستراكت. الابستراكت المفروض يتكتب كده. في ابحاث يعني اسلوب الابستراكت ما بقاش حلو، بس انا بقول لك الشغل الصح المفروض يطلع ازاي. ليه بقول لك الكلام ده؟ علشان لما تكون بتقرا بحث انا مش عايزك تخش تايه، انا عايزك تخش فاهم انت داخل تعمل ايه. لما تقرا الابستراكت انت بتدور على الكلام ده، انت بتبص في الابستراكت عشان تفهم فين المشكله، وبعدين ايه الطريق اللي هم اشتغلوا عليه، وبعدين ايه خلاصه التحاليل اللي هم عملوها والعينات اللي حضروها، وبعدين ايه اهم النتائج اللي وصلوا لها، وبعد كده ايه النتيجه اللي طلعنا بيها في الاخر من الموضوع ده كله. ان شاء الله تلاقي الابستراكتس المكتوبه حلو في مجلات امباكت عالي تلاقيها بالطريقه دي. فلما تقرا ابستراكت لازم تتاكد انك فهمت منه، عصرت الابستراكت، طلعت منه المعلومات دي. غير كده لما تقرا ابستراكت طياري كده وبعدين داخل على البحث وانت ما فهمتش الكلام ده كويس، يبقى او انت ما بداتش يعني تركز في الكلام ده كويس، يبقى انت بتقرا سريعا، انت كده بتكروت، او انت كده متهيأ لك انك بتقرا لكن انت في الحقيقه مش بتقرا، انت كده بتطلع اللي هو بتعدي الموضوع بسرعه كده لكن انت في الحقيقه مش بتقرا. بعد كده افكرك تاني ان البيبر، اي بيبر بقى انا قعدت معاك مش تقريبا السلسله الخامسه او في كذا نقطه كلمتك عن، مش فاكر انهي نقطه كلمتك عن صور من ابحاث، قعدت فتحت معاك ابحاث من كذا دار نشر علشان تقتنع بحاجه واحده، انه البحث واحد في الاخر نفس الاجزاء، بس دار النشر بتجيب اوله واخره واخره في اوله مش هتفرق، ليها تمبلت مختلفه، ليها شكل في اخراج البحث، لكن في الاخر بحث واحد. بحث بيتكون من مقدمه ماتيريالز اند ميثود، سواء جت في الاول او في الاخر مش هتفرق، ماتيريالز اند ميثود اللي بيتشرح لك فيها الكيماويات والتجارب اللي هم عملوها، ريزلتس اند ديسكشن النتائج التحاليل بقى اللي هم حللوها دي ويعرضوا لك فيجرز وتيبلز، وبعد كده الكونكلوجن. وقلت لك ان الكونكلوجن في الاخر هو عايز يثبت لك ان التحاليل اللي هو عملها دي اثبتت فعلا وجهه نظره، ان طريقته كانت ان هو كان ماشي صح، وان هو فعلا حسن المنتج اللي هو بيحسنه، او ان هو قلل المشكله اللي هو كان عايز يقللها. طيب لما تبتدي تقرا الانترودكشن بتاعت البحث بتاعه بتاعت البحث ما تخشش تايه كده، برضه انا عايزك تتعلم ان البحث وجهه نظر لصاحبه. الباحث ده اشتغل طلع نتائج بيقدم لك ادله، انت كمان ان شاء الله باحث شاطر وهتشتغل وهتطلع نتائج انت كمان وهتقدم ادله عليها. فانا مش عايزك تخش تايه، ومش عايزك تخش تتعامل على البحث على ان انت عايز حد يلقنك، لو عايز حد يحفظك كلمتين، لا لا لا، عايزك تخش تتعلم انك بتقرا وجهه نظر، بتقرا الكلام اللي الراجل كاتبه علشان انت كمان في يوم من الايام تبقى كاتب زيه. فانا عايزك تبتدي تكون شخصيتك العلميه واحده بواحده، عايزك تكون استقلالك العلمي، مش عايزك تتوه وسط الابحاث. اي بحث تقراه ادخل بان انت داخل بتدور على تشوف اللي الراجل ده عمله قبل منك، تطلع عليه وتفهم اللي هو عمله، تقدر اللي هو عمله وتفهمه كويس، وبعد كده ان شاء الله تشوف بقى انت بقى هتعمل ايه كمان. لما تكون عندك شخصيه علميه قويه تبتدي تشوف بقى ايه، عندك استقلال كده، انا بقى اقدر افكر كمان في حاجه تانيه ان شاء الله بعد اللي انت عملتها دي كباحث في الشغل اللي انا عمال اقراه ده، بس انا دلوقتي بتعلم وافهم واحده واحده انت عملت ايه. طيب الانترودكشن بتبقى عباره عن ايه؟ في الانترودكشن دايما يعني في دايما لما بيشرحوها في المحاضرات، انت لو سمعت اي محاضره عن الكتابه الاكاديميه الدكتور هيقول لك كده، هيقول لك الانترودكشن بتبقى عامله كده، يعني بتبقى واسعه في الاول وبعدين تضيق بعد كده. يعني ايه الكلام ده او ايه المقصود بيه؟ يعني في الاول اي انترودكشن ليها كلام عام، يقول مثلا لو احنا بنتكلم عن الخلايا الشمسيه،
يبتدي معاك اول جملتين كده يقول لك العالم يحتاج الى مزيد من الطاقه، والوقود التقليدي عمل تلوث كبير، والامل في الطاقه الشمسيه، كلام كبير قوي في الاول، كلام جنرال واسع. بعد كده يبتدي يضيقه يقول لك بقى الطاقه الشمسيه دي في كذا طريقه نستفيد منها، من ضمنها الخلايا الشمسيه، وفي طريقه كذا وفي طريقه كذا وفي طريقه كذا. الخلايا الشمسيه دي في كذا نوع من الخلايا الشمسيه، في طريقه كذا وطريقه كذا وطريقه كذا. الخلايا الشمسيه الفلانيه دي من اكثر الطرق الوعيده اللي فيها شغل كتير حاليا، لانها طريقه رخيصه وسهله ومش عارف ايه، وممكن يتم انتاجها بكميات كبيره. هو كده عمال يضيق معاك الافق، عمال يقفل معاك واحده بواحده. الاول بدا معاك من اول الشمس، عمال يقول لك الشمس مفيده، عايزين نستخدم اشعه الشمس، حلو قوي. وبعدين بدا يقول لك ايه التكنولوجيا اللي بنستخدمها، وبعدين الخلايا الشمسيه فيها انواع، وبعد كده انا بركز على خلايا معينه. وبعدين يبتدي يقول لك ايه الشغل السابق اللي اتعمل في الخليه دي، الشغل اللي يهمه، الشغل اللي من وجهة نظره مهم. مثلا هنفترض ان الخلية دي فيها 3 عيوب. اول عيب ان هي مثلا كفاءتها قليلة، ده دي معلومات انت المفروض تكون عرفتها في المحاضرات اصلا قبل ما تكون تقرا ابحاث. وفي عيب تاني، او هو ممكن يحكي لك الكلام ده، في عيب تاني ان هي مثلا بتكون بتسخن، فالحراره دي مش مطلوبه بتقلل كفاءتها. العيب التالت ان هي بتنهار مع الوقت، يعني مع الوقت كانت بتديك كهرباء معينه وبعدين مع الوقت بتقل، فالخليه كفاءتها بتقل مع الوقت. دول 3 مشاكل موجودين. هو هيبتدي يركز على مشكله منهم، هيبتدي يقول لك بقى من اهم المشكلات اللي بتقابلنا مشكله مثلا الانهيار مع الوقت. فهيبتدي يركز معاك على الابحاث اللي اتعملت على المشكله دي. هيبتدي يقول لك بقى فلان الفلاني لقى ان الخليه بتقعد 4 ساعات وبعدين بتنهار، فبدا يحسنها عن طريق كذا كذا. علان العلاني بقى لقى ان الخليه قعدت معاه 6 7 ساعات، وبعد كده لما جرب الماده الفلانيه بس برضو ده وقت قليل، فراح مجرب الماده الفلانيه فراح عملت معاه زودتها لغايه 10 ساعات. فلان الفلاني راح يستخلص ماده مش عارف من ايه في الكائنات الحيه فعملت كذا معاه فحسنت معاه. المهم ان هو عمال يحكي لك الناس قبل منه عملوا ايه. لغايه هنا هو كده بيبتدي يفهمك البريفيوس ورك، بيفهمك الشغل السابق اللي قبل منه. لازم تركز في الكلام ده لان انت داخل تدور عليه، انت داخل تقرا الانترودكشن عشان تفهم الكلام ده منه، مش انت بتعمل تقرا طياري كده خلاص. بعد كده بيبتدي يقول لك واتس ميسنج، ايه اللي فاضل بقى. هو بقى ممكن يبتدي يقنعك انه مثلا الخليه دي رغم الناس جربت كذا جربت كذا جربت كذا الا ان في ماده جديده واعده جربوها الناس مثلا بتوع البطاريات مثلا، وان تركيب البطاريه قريب من تركيب الخليه دي، فالناس جربوها مع البطاريات فلقوا ان هي بتحسن اداء البطاريه وبتخلي البطاريه تعيش عمر طويل، فاحنا عايزين نجرب الماده دي كمان مع الخليه الشمسيه، نجرب هل الماده دي هتدي كفاءه في الخليه الشمسيه ولا لا. يبقى هو كده بيعمل ايه؟ عايز يقنعك ليه هو اختار ماده معينه عايز يجربها، ليه هو ايه اهميه البحث ده من الاخر، ليه ايه الفكره من ورا البحث ده، ليه هو اختار الماده دي وعايز يجربها. واحد هيقول لي طب ما انا في المعمل بنجرب كده عشوائي وخلاص. ماشي، برافو عليك، جرب في المعمل عشوائي وخلاص، بس انت ما ينفعش تقف قدام الناس في المجتمع العلمي وتقول لهم انا كنت بجرب عشوائي وخلاص وامشي، ده كده مش شغل باحثين، ده كده شغل اوانطه، شغل اختراعات وافتكاسات بقى وحاجات عجيبه. فده مش صح علميا. الصح ان انت يكون عندك وجهه نظر، ليه اختار الماده دي؟ ليه اختار الطريق ده؟ فهو هنا بيبتدي بقى يفهمك، يقول لك مثلا احنا لما اطلعنا على ابحاث البطاريات لقينا ان هم اكتشفوا الماده دي. واحد تاني يقول لك احنا مثلا لقينا ان في كائن حي تركيب مش عارف الخلايا بتاعته قريب من تركيب الخليه دي، ويقنعك بقوه ده فعلا حقيقي صح يعني، الراجل مش هيضحك عليك يعني، وان الماده في اكتشفنا ان الخليه بتاعته في ماده بتساعد على مثلا الحفاظ على كذا كذا كذا، فاحنا استخلصنا الماده دي وهنجربها في الخليه بتاعتنا. هو كان عايز يقنعك ليه الشغل بتاعه له قيمه وله هدف، وليه هو مش تقليد اللي قبل منه، اللي قبل منه ما عملوش الطريقه دي، اللي قبل منه مثلا ما دوروش على الماده بتاعت البطاريات دي، او اللي قبل منه ما استخلصوش الماده دي من كائن حي. واحد تاني مثلا، نضرب مثال تاني، انا معلش هزود معاك في الامثله شويه عشان عايزك بس تفهم الموضوع ماشي ازاي. ارجو ان يعني انا هحاول اقسم الفيديو ده ان شاء الله على كذا فيديو، ارجو ان هو ما يكونش طويل، والله انا بحاول الفيديوهات ما تطولش بس غصب عني، انا عايز اوصل لك المعلومه ان زي ما بقول لك بيصعب عليا ناس كتير بيبقوا يعني في عقبات كتير بتقابلهم يعني. طيب خلينا نفترض ان في باحث بيحسن الخليه الشمسيه زي ما اتفقنا، عنده ماده الخليه بتنهار مع الوقت فهو مركز على الحته دي. لقوا ان هم لما بيضيف ماده معينه بتزود عمر الخليه. باحث تاني هو عمال يحكي لك بقى، يقول لك الباحث العلاني زود الماده رقم بي وحسنت الخليه وطولت عمرها شويه. الباحث التالت حط الماده رقم سي وحسنت الخليه شويه. انا بقى عملت ايه؟ زي ايه ذيس ورك او زي ايه كرنت ورك، هدف الشغل بتاعي ان انا احط الماده اي وبي وسي بنسب مختلفه قصاد بعض علشان اجرب تاثيرهم الثلاثه مع بعض. يبقى هو كده عايز يفهمك ايه؟ عايز يفهمك قيمه الشغل بتاعه وايه الجديد اللي في الشغل بتاعه. الناس جربت ايه وجربت بي وجربت سي، هو بيقول لك انا هخلط الثلاثه مع بعض بنسب، هحط ايه بس وبي بس وسي بس، وبعدين هحط ايه مع بي بنسب وبي مع سي بنسب وايه او ايه مع بي مع سي مع نسب. ده في الاخر الطريقه اللي هم هيشتغلوا بيها في الاخر. وعايز يفهمك ايه الجديد اللي في الشغل بتاعه، ليه الشغل بتاعه مش تقليل للسابقين وايه اهميته. تمام. طيب بعد كده هبتدي اكلمك عن الماتيريالز اند ميثودز. يهمك ايه في الماتيريالز اند ميثودز؟ يهمك تعرف الكيماويات اللي هستخدمها سريعا يعني، يهمك تعرف بروتوكولات الشغل.
مش شرط تكون على خبره بكل بروتوكول من بروتوكولات الشغل بتاعه، بس يهمني ان انت لما تقراهم تكون فهمتهم، فهمتهم بحيث انك تقدر تقلده، مش فهمتهم بحيث ان انت اطلعت عليهم كده ومشيت وخلاص. فانت اسال نفسك، لو انا اديت لك الكيماويات اللي معايا واديت لك الاجهزه اللي عنده في المعمل، تعرف تقلده؟ تعرف تعمل التجارب اللي هو عملها؟ تعرف تعمل الخطوات اللي هو عملها؟ ده سؤال مهم لازم تفكر فيه في دماغك وانت عمال تقرا البحث. تمام؟ بعد كده الريزنس ديسكشن، زي ما قلت لك البيبر عباره عن مجموعه فيجرز. كان زمان لو انا بحكي لك اجزاء البحث كنت قلت لك ان المفروض كل فيجر لما تقرا الكابشن بتاعته اللي هو الشرح بتاعه اللي بيبقى تحتيه تفهمه لوحده. في حد كان ممكن يقول لي انا مش مقتنع بكده، ليه المفروض اقرا التكست يعني؟ لا، الباحثين لما بيعدوا على البحث في الاول بيعدوا عليه بسرعه لانه عندهم ابحاث كتير جدا عايزين يقروها. فانا بنصحك بنفس الفكره، في الاول انت مش هتقدر تعمل كده، بس مع الخبره ومع الوقت خاصه ان شاء الله في ثاني سنه في الدكتوراه هتقدر تعمل كده، تعدي على البحث فيجراته بسرعه، الفيجر الاولاني الثاني الثالث الرابع، تفهم كل فيجر كده عايز يقول ايه. دي الطريقه اللي تخليك تفلتر الابحاث بسرعه وتفهم الابحاث بسرعه. طيب انت لسه مبتدئ لسه ما تعرفش الموضوع، لا تعالى بقى تمسك فيجر فيجر تبدا الكلام معاه من اول ريسيرش اند ديسكشن، تشوف هو متكلم على فيجر 1، تقرا بالراحه كده ايه فيجر 1 ده، تروح تبص في الفيجر تشوف هو بيتكلم عنه قايل ايه، تفهم هو وصفه لك ازاي، ايه اللي بيزيد ايه اللي بيقل ايه اللي هو عرضه في الفيجر، ايه هدف الفيجر. يهمني في الاخر انك تفهم حاجه واحده، الفيجر ده عايز يقول ايه، الفيجر ده ايه قيمته في البحث. السؤال بطريقه ثانيه، لو الفيجر ده اختفى من البحث كان ايه اللي هيفرق؟ كان يعني هل الفيجر ده زياده حشو زياده خلاص، ولا الفيجر ده له قيمه؟ 99% من الفيجرات في الابحاث ليها قيمه، فلازم تعرف ايه قيمه هذا الفيجر، ليه الباحث حاطط الفيجر ده، الفيجر ده ازاي هيساعده يثبت لي الخطوات النهائيه اللي هو عايزها. هو كان هدفه في الشغل انه يحط الماده ايه والماده بي والماده سي عشان يثبت ان الخليه الشمسيه قعدت فتره طويله معاه. هتلاقيه اول مره يقول لك، اول فيجر يقول لك انا حضرت الماده ايه والماده بي والماده سي، والفيجر ده تحليل يثبت لك ان المواد دي اتحضرت صح كويس كتر خيره. الفيجر الثاني يصورهم لك على الميكروسكوب عشان يوري لك شكلهم تحت الميكروسكوب عامل ازاي كتر خيره. الفيجر الثالث يقول لك انا جربتهم بقى في الخليه، A و B و C لوحدهم خلوا كل الخليه تعيش مثلا 5 6 ساعات لوحدها، لما حطيتهم على بعض بنسب شايف عاشوا بقى فتره قد ايه؟ فيبتدي يوري لك مع الزمن الخليه عملت ازاي. الفيجر الرابع يشرح لك تحليل جديد هو عمله على الخلايا الشمسيه، مثلا يشغل النور عليها شويه وبعدين يطفيه، وبعدين يشغل النور وبعدين يطفيه، يشغل النور وبعدين يطفيه، ده تحليل عندهم هو بيعمله. بعد كده في شويه نتائج يجمعهم لك، شويه حسابات يجمعهم لك في صوره تيبل او اتنين. ده خلاصه البحث. فانت تبقى فهمت الفيجر الاولاني هدفه يفهمني انه حضر الماده صح، الفيجر الثاني هدفه يفهمني صوره الماده تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي لان ساعات الشكل بيفرق، الفيجر الثالث هدفه يفهمني لما قاس مع الزمن ايه اللي حصل، الفيجر الرابع يفهمني لما قاس مع الزمن وكان بيقطع النور ويطفيه ايه اللي حصل. بعد كده شويه الجداول فهمني الحسابات اللي هو بيتكلم عنها. خلاص طبعا بعد كده تقرا الكونكلوجن تفهم اللي هو وصل له كده، انت قريت بعمق وفهمت الموضوع بعمق. طيب ده الكلام اللي انا قلت لك من شويه، قلت لك انه البحث هو هدف او اثبات وجهه نظر للباحث، ضروري ان انت تعرف تلخص البحث عشان ترجع له في اي وقت بعد كده لان انت اكيد هتنسى مع الوقت، فلازم تقدر تلخص البحث بطريقه صحيحه. وفي نفس الوقت لازم تفهم ان قرايتك القويه للبحث هي مفتاح انك تلاقي افكار جديده تطور بيها على شغل اللي قبل منك. فلو انت عايز افكار جديده او المشرف سايبك وقال لك هات لي افكار انت بحثيه بنفسك، لو انت فاهم البحث كويس هتقدر تجاوب على سؤال ايه الجديد اللي اقدر اعمله زياده عن الباحث ده عشان اطور من الاداء او اعلي الماده اكتر من كده او احل المشكله احسن من كده. طيب ازاي بقى الخص البحث بطريقه صحيحه؟ رايي الشخصي ان مفيش اجابه واحده او واضحه للسؤال ده، كل دكتور هيقول لك طريقه وهتلاقي على النت طرق كتير، انا هنصحك بالطريقه اللي انا بشوفها او الطريقه اللي انا بشتغل بيها. انا متعود كياس ان انا اطبع اول ورقه من البحث. لو انا مثلا في على فكره من الطبيعي ان انت في رساله الماجستير تحتاج مثلا ست يعني 50 60 بحث. فهتعتمد على 10 15 منهم هم صلب الموضوع بس هتحتاج ابحاث كتير. فعشان ما تتوهش انا متعود اطبع اول ورقه من البحث اللي فيها العنوان والابستراكت. لو انت عندك صعوبه في الطباعه يعني مفيش جنبك اكسس للبرنتر او كده، هات ورقه اي 4 فاضيه واكتب عنوان البحث واكتب الابستراكت تاني بايدك. المهم ان انت دي اول حاجه. خلاص بعد كده انا باجي بقى واقوم قلب الورقه واجي على ظهر الورقه بقى الفاضيه واكتب لنفسي الاتي بالعربي حتى، هدف هذا البحث هو كذا 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 كذا، بلخص لنفسي وبعصر لنفسي البحث اللي انا فهمته كويس من هدف البحث في الانترودكشن في صوره 3 4 جمل. بكتب لنفسي هدف هذا البحث هو تجربة المادة A زائد المادة B زائد المادة C من أجل الوصول لعمر أطول للخلية الشمسية أو لأداء متواصل للخلية الشمسية، لأن الباحثين السابقين جربوا المادة A ووجدوا ان ليها تاثير ايجابي، وجربوا الماده بي في المرجع رقم كذا ووجدوا ان ليها تاثير ايجابي، وجربوا الماده سي في المرجع رقم كذا ووجدوا ان ليها تاثير ايجابي. وبالتالي فكرة هذا الباحث هي تجربة الثلاث مواد مع بعض. ده كده إجابة سؤال،
ايه اللي البحث ده عايزه، وليه البحث ده منطقي، ليه البحث ده جديد، وليه البحث ده كويس. انت كده لخصت نفسك هدف البحث كله، وعصرت المقدمه، وعصرت الابستراكت، وعرفت كل حاجه في 3 4 جمل بالعربي لنفسك. خلاص ده اللي انا متعود عليه. بعد كده بعمل الجدول اللي قدامك ده، بسال نفسي، بكتب لنفسي رقم واحد، ايه اول تحليل الراجل ده عمله؟ ماليش دعوه احضر عينات زي دلوقتي، اول تحليل هو عمله، عمل مثلا تحليل، مثلا انا عارف ان الشغل ممكن انت مش متخصص فيه قوي، بس عشان المواد النانو اغلب الناس بتشتغل عليها، فانا هقول لك اسم الشغل المواد النانو. اول تحليل مثلا اسمه اكس ار دي مثلا، ده تحليل معين بيعملوه على المواد النانو عشان يتاكدوا ان هو حضرها صح. فانا اكتب لنفسي التحليل الاول واكتب كده اكس ار دي، وبعدين ويهدف لاثبات، يهدف لاثبات ان الماده تم تحضيرها بطريقه صحيحه بدون اي شوائب جانبيه مع الماده، وقد وصل الى الاتي، انه فعلا حضر الماده بطريقه صحيحه، وفي شويه معلومات كده زياده انت لما تتعمق في الموضوع هتفهمها منه. فانا بلخص المعلومات اللي انا فهمتها من الباحث في الحته دي، وقد وصل الى الاتي، بلخص خلاصه اللي هو قاله لي في البحث. وبعدين وقد عرض نتائجه في الصوره اللي هو فيجر كذا او جدول كذا، اكتب لنفسي ان هو عرضها في فيجر رقم واحد. خلاص كده انا فهمت كويس جدا الاكس ار دي كان فايدته ايه، ده اول تحليل واول فيجر هو عرضه لي. بعد كده التحليل الثاني مثلا اشتغل على الميكروسكوب الالكتروني، اكتب التحليل الثاني ميكروسكوب مثلا التم، ويهدف الى اثبات، يعني اكتب لنفسي كده اظهار شكل العينات، المورفولوجي بتاعت العينات. وقد وصل الى الاتي، ان العينات اتحضرت في شكل كروي، شكل مكور، وقطرها قد كده كذا نانو متر، دي معلومات لو انت فاهم التحليل هتعرف. وعرض نتائجه في الفيجر رقم 2 او جدول رقم 1 مثلا. تمام. التحليل الثالث عمل تحليل قياس التيار الكهربي مع الزمن، هم بيسموه اي حاجه عندهم في الشغل، اللي انت هتبقى عارف تبقى اسم التحليل تكتب اسم التحليل، ويهدف الى اثبات كذا كذا كذا. وقد وصل الى الاتي، وصل ان العينات فضلت ثابته لمده مثلا 15 ساعه، بعد كده بدا الانهيار يحصل. وعرض نتائجه في الصوره رقم كذا، الفكره رقم كذا. الجدول ده بيخليك تتاكد ان انت فاهم كويس انت بتقرا ايه، مش قريت وعمل، لا 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 لا، كل تحليل منهم اعمل فيه الاربع حاجات دول، التحليل اسمه ايه، اثبت ايه من خلاله، وصل لايه، وعرض النتائج في انهي فيجر. طيب لو البحث 14 فيجر، تتاكد ان انت غطيت ال 14 فيجر دول كلهم، لازم تتاكد ان انت فاهم كل فيجر هدفه. خلاص طبعا مش كلهم بالظبط، في فيجرز مثلا ساعات بيبقى هدفها يشرح لك سكيماتيك كده صغير هنتكلم عنه كمان شويه، لكن اغلب الفيجرز انت فهمت هي هدفها ايه. يعني عايزك تفهم كل فيجر اتعرض قدام منك فائدته ايه، وكل تيبل اتعرض قدام منك فائدته ايه. تسال نفسك سؤال، لو التيبل ده ما كانش موجود كان هيفرق في البحث؟ اكيد كان هيفرق، لازم التيبل يكون له دور. فانت لازم تجاوب على سؤال ايه دور الجدول ده. طب افرض انت مش عارف، اكتب بالرصاص مش عارف، عادي جدا اكتب بالرصاص ويهدف الى اثبات، واكتب مش عارف هسال المشرف، عشان لما تروح تقابل مشرفك بعد كده مثلا، لو انت بتقابله مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، تروح تقعد معاه تساله تكلمه. ان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي، هنكمل معاك ان شاء الله ازاي تكمل تلخيص بعد كده. شكرا.